نورد ستريم 2 أحد أكثر المشاريع إثارة للجدل في العصر الحديث. هو يوشك على الانتهاء وإسدال الستار على سنوات من الخلافات والعقوبات. نورد ستريم 2 هو خط أنابيب يصل طوله إلى 1230 كيلومتراً، وسينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق. وبمجرد اكتمال هذا المشروع سينقل هذا الخط 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، أي أنه سيضاعف حجم شحنات الغاز الروسية لألمانيا. المشروع الذي بدأ تشييده عام 2018 مر بسلسلة من الأحداث، فبعد عام تقريبا وتحديدا في ديسمبر من العام 2019 أقرت واشنطن قانونا يسمح بفرض عقوبات على الشركات المشاركة لتكون النتيجة تعليق العمل بالمشروع. وفي ديسمبر من عام 2020 تم استئناف العمل في نورد ستريم 2 رغم التحذيرات الأمريكية قبل أن تتوصل برلين وواشنطن في يوليو الماضي لاتفاق يسمح باستكمال بنائه ويلغي معظم العقوبات المفروضة عليه. طبعا خلال الشهر الجاري كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن اكتمال نحو 99% من هذا المشروع. الأحداث هذه كانت انعكاسا لمواقف الدول من المشروع، فألمانيا ترى في نورد ستريم 2 وسيلة للحصول على مصدر مستقر للطاقة وبديل أيضا عن الفحم والطاقة النووية. في المقابل هناك طبعا موقف لواشنطن، موقف متشدد لأنها ترى أنه سيجعل أوروبا أكثر اعتمادا على روسيا، وبالتالي هذا سيزيد من نفوذ موسكو في القارة العجوز. أوكرانيا هذا المشروع بالنسبة لها هو خسارة لرسوم نقل الغاز التي كانت تحصل عليها مقابل استخدام الأراضي الأوكرانية، وأيضا تفقد بذلك ورقة ضغط سياسية هامة كانت تستخدمها في خلافاتها مع موسكو. الرابح الطبيعي من هذا الخط بالتأكيد هو الغاز الروسي الذي يشكل حاليا 38% من واردات أوروبا من الغاز، ومن المتوقع أن ينمو بنحو 12% خلال العام المقبل بنتيجة تشغيل الخط. لكن اقتراب نورد ستريم 2 من الخواتم أو من خواتيمه لا يعني أن الطريق سالك أمامه، فمطرقة العقوبات وسندان القوانين الأوروبية قد يضعان بعض العراقيل أمام تشغيل المشروع الذي بكل تأكيد باعد بين الحلفاء وقرب بين الخصوم.